يا اخويا روق، انت هتفضل عاقد لي راسك وزعق لغايه امتى؟ يا ما في ناس بتتخانق وترجع تتصالح تاني. وبعدين تعالى هنا قول لي، انت ليك غير سيد؟ انا ما كانش ليا غيره، بس هو بقى ليه كتير. ما يبانيش ليه بقى؟ اهو ده بقى الكلام الماسخ. سيبيه يا يوني، سيبيه يكدب على روحه ويصدقها. انا ماشي. الله، اقعد يا صلاح، اقعد، انا عايزك في كلمتين. سيبينا مني شوي. تؤمر يا اخويا. يا صلاح، انا عايز اعرف انا بعتك في ايه. فات اواني القوالة، البيعة تمت وخلصت. صح، لما بعتني مع فوضى ونصرة وحكيت حكايتي مع عبد الحليم، ولما رحت لفيت على حمادة الطيب عشان تاخد البضاعة من ورا ظهري، مش كده؟ انا بقى عملت ايه قصاد ده كله؟ قصدك عملت ايه قبل ده كله؟ انا كل اللي انا عملته ده كان رد على عمالك معايا، وعشان تفهم ان انا مش صغير ولا خرع زي ما انت فاكر. انا طول عمري اخوك الصغير وبحترمك وبقدرك ومبقولش لا، بس الصغير بيجي له يوم ويكبر، وانت بقى ما سبتنيش اكبر. الجلاله خدتك ومبقتش شايف غير نفسك يا سيد. ما تضحكش على نفسك يا صلاح، انت طول عمرك عارف بخرست وجدعنت معاك، بس انت بس اللي بتشيل جوا منك، وفي الاخر بترجع تشتكي. عايز تنطرني براها وما اشتكيش؟ ما حصلش، انت اللي اتسرعت، انت اللي ما فهمتش دماغ اخوك. انت اكتر واحد خسر في الليله دي. خسرت صاحبك، خطيبتك، خسرت ابوك. طبعا هتشيلني الغلط زي كل مره ويطلع صلاح هو اللي وصل. بقول لك ايه، اخري معاك ايه يا سيد؟ اخري معاك سكتي، وده عشان ما تتوهش مني صلاح. البضاعه وهديها لك، بس قصاد عيني يا صلاح انا عايزك تدخل السوق كبير. وانت غرضك ايه من ورا ده يا سيد؟ عايزنا بقى عصفوره في حجر فوده؟ يا ابني فوده مش بعيد عن عينيا عشان اتشعبط فوق كتاب حد وابص عليه. يا ترى بعمل كده عشان انت اخويا صاحبي، عشان ما تتوهش مني وتلحق باقي الناس اللي حواليك اللي بيحبوك. مش شاري يا سيد. يا ابني وانا مش بايع. انا بعمل كده معاك جدعان، افهم الكلام. احلى شاي لاحلى شباب. يلا يا حبيبي، يلا يا سيد. قلت يا صلاح، سامعني؟ هي حبيبة النبي لا تقعد. يستنى استنى بس يا صلاح، انت قلت اللي عندك، انا لسه ما قلتش اللي عندي. تعال اقعد يا ولية. سيبيني عايز انام. اقعد يا صلاح اقعد. بص بقى يا صلاح، انت ادرى الناس بسيد، صاحب صاحبه ومجدع وعترة. انت كنت مستني منه ايه؟ مستني يتجنن عليا، يتخانق معايا، يمسك فيا وما يحلنيش الا بالدم. انما فوتها بسهوله كده غريبه. تصدق بالله ان انت طلعت غشيم. عشت قد ما عشت مع سيد وما عرفتوش. يا ولية انا عارفه اكتر من روح. سيد يحب يشيلني جمايل، ادربك انا الدنيا وهو يلم ورايا وما يعاتبش كان ما فيش حاجه حصلت. يقول لي عادي يا صلاح، كلها بتغلط، بس ما تكررش غلطك. اغلط في حاجه جديده ماشي، وهتلاقي صاحبك في ظهرك. فهمتي؟ طب ايه بقى اللي جد يا صلاح مدام طول عمره بيعمل معاك كده؟ في الاواخر ما بقاش يعمل كده، بقى لسانه زي السيف وقاعد لي على الواحده، وانا كمان غواطت مني وحطيت ايدي في ايد فوده ونصره ودوسنا بالجامد. طب قولي بقى يا اخويا، وانت بتعمل كده كنت راضي ولا من جواك موجوع ووجعك وزعلك هو اللي ممشيك؟ عايز الحق. كنت مستغربني، وكل شوية حاجة جوايا تقول لي ده أخوك، يالا أنت مجنون ياض، بتعمل إيه في سيد؟ بس كل ما أشوف الغل اللي في عينين نصر وفودة ناري تقيد وأفتكر له كل القديم. لا حول الله يا رب. شيطان، شيطان اسمه فودة دخل ما بينكم، بس إيه؟ ربك ما بيسيبش، أهو خسف بيه ونصف بخارست
ورجعكوا لبعض. تفتكري؟ إلا افتكر. الراجل جاي لحد عندك هنا وحق نفسه ودوقك من كرمه، عايز ايه تاني يا صلاح؟ على الله يا ولد، على الله.